بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليبل انتر تايمر انبوت اللي معانا يا جماعة عبارة عن تايم من النوع تايم، وديت واحدة من ضمن التولز الجميلة خالص. البريبيد بتاعتها شكلها جميل جدا ومش غريب علينا، يعني اللي أنا عملته إنه كتبت بس تايم فيها. الديفولت المظهر العام ليها خلينا نشوف كده، ثلاث خانات ديت كانت خاصة بالساعات. لو انا رجعت هتلاقي اني انتر فاليد، فبيقول لي يعني حط قيمة، هو بيديني حتى هنت، شايف انت القيمة ده كل ده ديفوت يا جماعة، انا ما عملتش حاجة فيها، انا مش مبرمج الهنت ديت. لا ده في اوريدي موجودة في الفاونديشن، فاهمني؟ ماشي، هو شغال كده على 12، كما اني بتاعت الاكس الصغيرة انا ضغطت عليها هيروح مرجعها لي للصفر تاني. انا ما عملتش كده، انا كل اللي انا عملته اني كتبت انبوت تايب بيساوي تايم بس مش اكتر. الجانب الثاني ده تخص بالدقايق طبعا لغايه 59. طبعا الثالث ده بيظهر اني في الديفولت، فاهمني؟ انت لو بصيت هنا طبعا ده خاص بالبي ام والاي ام يا جماعه، علشان انا شغال لو انا رحت الاول واحده هلاقيني شغال 12، عشان كده هو حاطط لي بي ام، لكن انا شغال 24 هلاقيها تتحط قيم ثانيه ام. هنحاول نعمل كنترول فيها ان شاء الله باذن الله مع السيز ديت. ده بالنسبه للانبوت تايم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.